مصطفى الشرشابي مصور فوتوغرافي ومهتم بتغيير وعي المجتمع تجاه ثقافة العدالة الفوتوغرافية. أنا من الظواهر اللي احنا رصدناها أثناء ممارستنا لهويتنا وحبنا للفوتوغرافيا وللصور إننا كنا بنقابل في الشارع ناس بتعادي الفوتوغرافيا، كنا دايما بنقابل ناس يقول لك ممنوع التصوير وانت بتصور ليه، وكان بيحصل كتير من المضايقات. انا قمت بتجربه علشان احاول ان انا اقضي على ظاهره العداء للفوتوغرافيا دي، وعملت مبادره سميتها مبادره مكافحه ثقافه العداء للفوتوغرافيا. وعملنا نموذج اننا نزلنا في شارع من الشوارع صورنا الناس وعملنا لهم معرض بالصور بتاعتهم في الشارع واديناهم الصور بتاعتهم، وقدرنا نغير وعي المجتمع او وعي الشارع المجموعه اللي احنا صورناها في المنطقه اللي احنا نزلنا نصور فيها دي، والتجربه كانت ناجحه. فاحنا محتاجين اننا ننشر التجربه دي في اماكن تانيه عشان نقوم بدورنا في تغيير وعي المجتمع بالنسبه لثقافه العداء الافتراضي، زائد انه احنا بنحاول اننا نعرف المصورين والمسؤولين في الدوله بان الفوتوغرافيا والتصوير الفوتوغرافي هو حق من حقوق الانسان بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وحق دستوري بموجب الدستور المصري. من اول دستور ظهر في مصر من سنه 1924 لحد اخر دستور اتعمل في جمهوريه مصر العربيه، لان الفوتوغرافيا هي وسيله من وسائل التعبير البصري، والدستور نص على حريه الراي والتعبير. انا في انتظاركم في ايجيبت فوتو سوميت علشان نناقش المواضيع ديت بالتفصيل.